اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصنار. هعمل النهارده كابوريا حراقه، وهعمل معاها اكل ايطالي كده، رز بالبيض والبقسماط، يعني كرات رز بالبيض والبقسماط. هطلع فاصل وارجع اقول لحضراتكم على الطريقه والمكونات. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت حضراتكم بعد الفاصل. نقول بقى على مكونات الكابوريا. عندي 2 4 6 قطع كابوريا، ثوم، فلفل حار، كمون، بقدونس، وميه. هستعمل زيت وهستعمل ملح، هستعمل شويه فلفل اسود. ابتدي اجهز اول حاجه. المفروض طبعا لو بنعمل كابوريا، يعني لو احنا في البحر، لو قدرنا ان احنا نسلقها في ميه مالحه يبقى حلو قوي. ما قدرناش يبقى هنحط شويه ملح على الميه اللي هنسلق فيها. في طريقتين لزاز قوي للكابوريا. اول واحده اللي هي اسهل حاجه، اللي هي بتتسلق بالثوم والبقدونس والفلفل الحار، وطبعا زيت وملح وفلفل. والطريقه الثانيه اللي بتبقى على البخار. اللي بتبقى على البخار دي عملتها قبل كده وهعملها تاني ان شاء الله. بتبقى بنحط في الحله شبكه او زي تري فوق الاعشاب، وبنخلي الكابوريا ما تبقاش لامسه الميه وتقعد تستوي على البخار. تاخد شويه وقت اكتر بس بتطلع طعمها حلو قوي. هحط انا اعلي النار هنا. اي طبعا ماده دهنيه، يعني زيت زيتون ماشي، زيت نباتي ماشي، زبده ماشي، بس يعني عاده الزبده ما بنستعملهاش قوي مع الكابوريا. تبتدي تسخن. تمام، انا بس مولع الحله بقالي شويه علشان محتاج ان انا اسخنها. هقطع شويه من الفلفل. خلي بالنا الفلفل لو حرق قوي نبقى ندوق علشان ما نزودش. فانا بعد ما هقطع دول هدوق كده واشوف هحتاج ازود ولا لا. لا مش هحتاج ازود، كفايه كده، هو كده حرق جدا. عاده الفلفل ده مش هيبقى واصل، مش هيبقى لامس الكابوريا تقريبا. انا هاخد منه شويه دلوقتي اشوحهم علشان الزيت اللي هيبقى موجود يبقى فيه طعم الحراق، وكمان الميه هحط معاها قرنين الفلفل دول، بس مش هقطعهم. اي حد طبعا بيطبخ لما بيسمع الصوت ده بيبقى يعني بنبسط. محتاجين معلقه خشب مثلا. كويس، شوحهم كده تشويحه خفيفه ونزود. لما نكون بالذات بنعمل كابوريا نزود في كل حاجه، يعني هتلاقوني بزود قوي في الكمون، هتلاقوني بزود قوي في الملح، هزود في كل حاجه علشان تبقى الطعم بالذات في الكابوريا، لان الصدفه بتاعتها بتبقى قويه، فعشان تدخل جواها او الطعم يدخل جواها بيحتاج ان الحاجه تبقى زياده شويه. كده ابتدت عايز اقول لحضراتكم، يعني الجو مفتوح لكن الريحه واضحه جدا. هاخد بقى الكابوريا زي ما هي كده. اللي انا بعمله دلوقتي بدي الطعم بتاع الفلفل والثوم للكابوريا. هحط بقى كميه ثوم، حس انها كتير قوي لكن هي مش كتير، تقريبا معلقه ونص كبيره. نشيل بقى الزيادات، وادي البقدونس اللي قطعته. لو قدرنا نقلبها دلوقتي خير وبركه، لو الحله واسعه ممكن نقلبها ماشي، لو الحله مش مساعدانا ان احنا نقلب مفيش مشكله. لما هزود الميه هي هتبتدي تقلب نفسها بنفسها. شويه ملح بقى كويسين. زي ما قلت لحضراتكم هتلاقوا الكميات اللي انا بحطها واضح انها كتيره. قلب كده. وطبعا معروف جدا الكابوريا امتى بنعرف انها استوت، لونها بيتغير على طول من اللون البني او من اللون الرمادي على حسب نوع الكابوريا للون البرتقاني، على طول هنعرف استوت امتى. بس اهم حاجه بقى مش عايز اخلي الكابوريا مقلوبه زي ما هي كده، عايز اخلي الكابوريا تبقى البطن بتاع الكابوريا هي اللي مقابله الدخان والطعم اللي طالع علشان الطعم يبقى واصل لها، لان لو الصدفه من فوق مش هنوصل لحاجه خالص، يعني تقريبا الطعم مش هيوصل لاي حاجه. هنخلي دول كده زي ما هما، هنفتحهم بس. المفروض ان هي تبقى حراقه، يعني هنحاول على قد ما نقدر، هندوق في الاخر ونشوف. نرجعهم تاني بقى زي ما قلبوا، حتى اللي بيبقوا واصلين للنار بيبتدوا لونهم يتغير. ادي نقلبهم كده واحده واحده.
بس طبعا مش معنى ان هم لونهم اتغير دلوقتي ان هم استووا، لا محتاجين يستنوا شويه. يعني نتكلم في ربع ساعه، يعني الكابوريا دي حجمها صغير شويه ممكن ما تكملش ربع ساعه. بيبقى فاضل عندنا اتنين الفلفل دول، ويفضل لو تكون بقى الميه دافيه او ميه مغليه. ليه؟ عشان ما اوقفش البروسيس او ما اوقفش عمليه الطهي. لما ننزل ميه سخنه على الحاجه هساعد عمليه الطهي، لكن لما انا احط ميه ساقعه هنزل درجه حراره الحله وهستنى شويه اكتر. فالميه دي كانت بتغلي، دلوقتي بقت دافيه شويه. هحط ميه لحد قبل ما اغطي الكابوريا كلها. شوف بس الاول كده المنظر بقى ايه، لان انا محتاج ان انا اخليها تستوي مع الميه ومحتاج اخليها تستوي مع البخار. هزود شويه ميه كمان وهعلي النار عليها لمده 5 دقائق. نظبطها بس كده، النار هتبقى عاليه لمده 5 دقائق، وبعد كده هوطي النار عليها واسيبها كمان 10 دقائق وابص عليها. لقيت ان كل اللي فيها كل اللون بتاعها بقى برتقاني يبقى تمام. لسه فيها حته رمادي او حته بني يبقى لا. هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم كرات الرز بالموتزاريلا والجبنه البارميجان. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا سبت الكابوريا لحد ما خلص زي ما قلت لحضراتكم 5 دقائق نار عاليه، وبعد كده بهدي عليها النار لحد 10 دقائق ومفروض تبقى استوت. هطلعها بقى دلوقتي الاول عشان ابقى ايه فاضي للكرات الرز، عشان كرات الرز دي محتاجه شويه بيض وبقسماط وفيها شويه شغل. يعني خلي الزيت ده كده يسخن براحته. المفروض انها تبقى حراقه. استعمل ده. لو احنا بنطلعها لقينا فيها بعد الربع ساعة او بعد التلت ساعة لو الكمية اكبر لقينا ان فيها اي لون بني او اي لون رمادي يبقى لسه ما استويتش. خلينا بس نفرد دول هنا كده علشان ما يبقاش بس الطبق شكله كده كابوريا بس. حاول نسقطها كده في الميه اللي احنا سلقنا فيها علشان لو فيها ريم. طبعا الريم طلع ده كمان عشان الكمون كان كتير. سخنه كده تحتاج بقى دي ايه شويه ليمون. حلو قوي الكلام ده. مش قادر اقول لحضراتكم الريحه عامله ازاي، لكن لما هتجربوا هتعرفوا او يعني هتشموها بنفسكم. ناخد بقى دول عشان نبقى موضحين بس ان هي حراقه جدا. ننضف بس الطبق. الفكره بقى من موضوع الكرات الرز ده، علشان لو في حد لسه جديد في المطبخ وعمل رز وعجن مش لازم نزعل خالص. مدى العجن هنسيبه وبعدين نبتدي ايه هنخلطه بالمكونات اللي هقول لحضراتكم عليها، اللي هي هتبقى جبنه موتزاريلا وبصل وبقدونس او كزبره او رع او زعتر اي حاجه ناشفه اللي موجود، وجبنه بارميجان، وهنحط بيض وبقسماط ونقليها في الايه في الزيت بدل ما ايه نبقى عملنا طبق رز وحسينا ان احنا زعلانين علشان طلع معجن هنستعمله. يبقى انا قلت المكونات ما عدا الرز علشان نبقى ضامنين ان ما يحصلش مشكله واحنا بنعمل الكور دي. هنخلي كده بوله، اي بوله، دي كان فيها بقدونس هستعملها. احط بوله جنبي كده. هستعمل بيضه واحده الاول واشوف اذا كنت هحتاج تاني ولا لا علشان ما بقاش ايه حضرت حاجه. تمام. فكركم تاني لما نيجي نكسر بيض نكسرها دايما في بوله لوحدها علشان ما نبوظ. لو حطينا واحده طلعت البيضه بايظه والتانيه عليها تبقى ايه كده باظت. اي حاجه بقى عايزين نضيفها، حراق، فلفل اسود، ايا كان. مش هحط ملح، جبنه بارميجان حادقه، والجبنه الموتزاريلا على حسب النوع اللي جبناه، في منها حادق وفي منها مش حادق. ممكن دي كمان لو عندنا مثلا سلم مدخن، لو عندنا
تونة ممكن نحطها جوه الرز ونعمل عليها الكورة، هبقى نعملها في حلقة تانية. احنا كده جهزنا البيض وادي البقسماط، خليه زي ما هو. هناخد حتة صغيرة من البصلة برضو اختياري، لو مش عايزين نحط بصل مش مشكلة خالص، انا بس ايه بحاول ازود يبقى فيها شوية طعم زيادة علشان نقدر ان احنا نحس بالطعم. المفروض انها اكلة ايطالي اسمها ارانشيني، بس احنا بنعملها كده ايه بس كده كفاية. نشيل بقى الحاجات الزيادة دي، اعيد تاني شوية على البصل. البصل بقى هحطه مع البقسماط علشان يدي شوية طعم كده. الشوكة فين؟ نحاول على قد ما نقدر واحنا بنشتغل ما نبهدلش حاجات كتيرة. يبقى البصل والبقدونس كزبرة اي حاجة ناشفة موجودة هتنفع. نخلط ده كويس كده. اجيب طبق اكبر عشان ابقى براحتي انا، بس علشان لما بيبقى فيه هوا واحنا برا الاستوديو بتبقى ايه البقسماط والدي والحاجات دي بالذات بتطير، فبحاول استعمل اطباق غويطه. نقلب كده كويس. فكر حضراتكم تاني، مش عايزين نحط ملح، الملح هي ايه هيجي من الجبنه البارميجان وهيجي من الجبنه الموتزاريلا. نبتدي بقى كده نبل ايدينا ميه، وعلى حسب كل بس اللي احنا عايزينه ان احنا لما نعمل الكور دي نعملها بمقاسات متساويه علشان تبقى واحنا بنسويها تستوي في نفس الوقت، يعني ما يبقاش واحده كبيره واحده صغيره. حاول احط الجبن الموتزاريلا جوه كده، وما تقلقوش خالص لو باظت منكم اول مره، هتحسوا ان العمليه بتبقى يعني صعبه شويه، لكن ايه واحده واحده كده بالايدتين لحد ما نطلعها بالشكل ده. ألذ حاجه رز باظ مننا بقى عندنا أكلة تانية ظريفة قوي. محتاجين طبق تاني. عشان أجهز عليه. وبعدين بقى الخطوات اللي بعد كده الموضوع بقى سهل خلاص مفيش حاجة. بيض. بقسماط. يعني يمكن أعمل 3 أو 4 بالكتير علشان الوقت. واحدة كمان. ندوس كده اوسع مكان اوسع مكان الموتزاريلا، مش عايزين نتلخبط ما بين دي وما بين دي. ادي كده تالت واحدة، يعني غالبا ايه هنخليهم 3 بس علشان نلحق. وكمان محتاجة الم كل اللي انا عملته ده. طبعا احسن حاجة بقى لأي حاجة هنعملها بيض وبقسماط وهنقليها في زيت، يعني لو حطيناها في الفريزر 5 دقايق ل10 دقايق يبقى حلو قوي، بتمسك نفسها وبتبقى ضامنين ان مفيش حاجة يعني مفيش حاجة من الخطأ اللي حطيناها هتقع من عليها، وهتفضل شكلها دايما كويس. طبعا عشان الجو دلوقتي نقدر نقول ساقع شوية، فايه المفروض انها تفضل ماسكة نفسها. على طول بقى نلم الكلام ده بسرعة، نركز كويس قوي، نخلي بالنا ان كل حاجه مستويه، يعني كل اللي انا بس عايز اسويه البيض والبقسماط، فخلي بالي انها ممكن تتلسع مني بسرعه جدا. زي ما قلت لحضراتكم مفيش ما بتاخدش وقت خالص. طبعا انا قلبتها حطيت ايدي في الحته اللي مش سخنه. هنضف ايديا كده في الميه والخل والليمون دول، وانا ما مسكتش حاجه فيها سمك، بس ايه طبعا ايديا فيها بيض وبقسماط فلازم انضفها كويس. حاجة سهلة وبسيطة قوي، وعملنا حلة رز وطلعت مش مظبوطة، نلحق نظبط نفسنا. هخلي بقى شوية البارميجان الموجودين ولو عندي بقى أي خضرة أقدر إيه إن أنا أزوق بيها. عايزين بقى نحط معاها تونة ماشي، نحط معاها سلمون مدخن ماشي، نحط معاها أي حاجة هتبقى لذيذة جدا. نجيب طبق على قدهم على قد الثلاثة،
نحط فيه يعني ممكن نحط فيه عودين روزماري كده خضر. لان الزيت كان سخن جدا فما شربتش زيت خالص. لو حصل وحطيناها وكان الزيت مش سخن قوي افتكروا طلعوها على ورق مطبخ ورق مناديل يعني. نطفي النار بقى نريح ده شويه. غالبا الجبنه دي هتطير يعني. يبقى النهارده عملت لحضراتكم كابوريا مسلوقه حراقه جدا وكرات رز محمره بالبيض والبقسماط. الف انا اشوفك في الحلقه دي. باي باي.